وعن أزمة الطاقة في أوروبا وتحذيرات من تفاقم الأزمة هذا العام ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول والطاقة. دكتور نرحب بك. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. هل تحاول الحكومات يعني مد فترة التكيف كما كنت أسأل بعض المحللين الاقتصاديين حتى يمر الشتاء، أم أن الأزمة الطاقة من الممكن أن تستمر وتستمر تبعاتها أو تبعاتها على المواطن لفترات طويلة داخل أوروبا؟ هو الحقيقة ستظل هذه الأزمة موجودة وسوف تعاني أوروبا، والكلام ده أنا أكدت عليه أكتر من مرة الحقيقة على مدى شهرين أو الثلاثة اللي فاتوا، لأنه الحقيقة في حرب باردة أو كما وصفتها قبل ذلك أنها حرب تكسير عظام بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى. في شد وجذب بين الطرفين من خلال قرارات وإجراءات متبادلة، كل طرف بيحاول تحقيق أهدافه من خلالها، لكن الحقيقة المشهد الحالي بيوضح أن الإجراءات والقرارات الغربية لم تحقق أهدافها، بدليل أن هناك أزمة كبيرة في أوروبا لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وأن هناك بعض الاستقالات من رؤساء الحكومات في أوروبا نظرا لفشلهم في حل مشكلة الطاقة. نعم، لكن مع الشتاء يا دكتور، يعني أنا أقصد لأن هؤلاء الحكماء أو بعض الحكام عفوا أو بعض من يترأس الحكومات في أوروبا يتحدث للمواطن سواء في ألمانيا سواء في فرنسا سواء في أماكن مختلفة أنه عندما يعبر الشتاء والاعتماد على الغاز والتدفئة وما إلى ذلك ستمر الأزمة. هو الحقيقة الكلام ده اتقال مرارا وتكرارا، وكانت برضو في رأيي الشخصي هناك حلول عشوائية. وحدي أمثلة لحضرتك. على سبيل المثال في فرنسا في مؤتمر المناخ في جلاسكو تعهدت بعدم أو أغلاق محطات الطاقة النووية، ثم تخلت عن هذا في أول تعرضها لأزمة الطاقة وبدأت في تشغيل المحطات النووية. ألمانيا وهي التي تدعو إلى عالم نظيف قررت العودة لاستخدام الفحم، وهو من أكثر مشتقات الهيدروكربونز التي تسبب تلوث البيئة. إذن تحاول الحكومات الأوروبية إيجاد أي بديل، ولكن أنا في رأيي أن المواطن الأوروبي تعود على حياة بشكل نمطي معين لا يمكن أن يتنازل عنها، وفي يعني أنا في تصوري أن هناك أيضا بعض الحكومات سوف تقدم استقالتها زي ما بوريس جونسون تقدم استقالته ورئيس الحكومة الإيطالية تقدم استقالته لفشلهم. فإحنا مش هنعول على ما يقال من رؤساء الحكومات، ولكن أنا بتكلم عن الواقع، هناك قرارات أوروبية وقرارات من الناحية الأخرى لروسيا التي احتوت باحترافية شديدة دول الأوبك 23 وأصبحت تصدر قرارات فعالة ومؤثرة، بمعنى أن أي قرار أوروبي كان بيقابل من الجهة الأخرى بقرار مضاد. فعندما حددت قررت دول الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار النفط، قررت دول أوبك خفض الإنتاج. إذن وبذلك ارتفعت أسعار النفط والغاز. أنا عايز أقول لحضرتك أن 1000 متر مكعب من الغاز كانت منذ حوالي 14 شهر $200، وصلت الآن $2000. ده كله بيصب في صالح الجانب المضاد للجانب الأوروبي. إذن لما يعني المشهد بيدلنا على أنه الغرب بيحاول الاستمرار في هذه المعركة من خلال استنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا، ولكنه في نفس الوقت يدفع ثمن باهظ من خلال ارتفاع شديد جدا
لتوفير احتياجاته من الطعام. نعم. طيب دكتور، يعني في وجهة النظر الاقتصادية كان هناك حلول، لكن من الممكن أن تأخذ، إذا لم تتوقف العملية العسكرية وتعود الأمور لطبيعتها، ستأخذ هذه الحلول مدى طويل. هل الحلول الخاصة باستخدام البدائل، يعني حضرتك ذكرت استخدام الطاقة النظيفة والتراجع عن استخدامها مرة أخرى، لكن استخدام الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر من ناحية، أو حتى البدائل الأخرى لدعم من الغاز المسال وتحويله وما إلى ذلك، هل هناك حلول على أرض الواقع يمكن تطبيقها في أسرع وقت؟ هو حقيقة الأمر لا يوجد حلول سريعة، ولكن يمكن أن توجد حلول على المدى الطويل. بمعنى أنه زي ما جاء في التقرير الحقيقة الممتاز اللي حضراتكم عرضتوه، أنه العالم سوف يتعرض إلى تضخم كبير جدا، وهناك ركود اقتصادي. ده سببه عدم الثقة في إمدادات الطاقة، وبالتالي سوف تتوقف العديد من الاستثمارات، وبالتالي يحدث ركود اقتصادي يعقبه تضخم. عنصر مهم جدا في التقدم الاقتصادي هو توفير الطاقة. دلوقتي الطاقة بقت هناك أزمة، وسوف تستمر هذه الأزمة طالما هناك حرب باردة على الأقل بين روسيا وبين الغرب بقيادة أمريكا. وبرضو في رأينا إجابة مختصرة للسؤال، لا توجد حلول سريعة. نعم، أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل. الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول والطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك.